حياكم الله معنا ونبتدي بفقرتنا الإخبارية من وزارة الخارجية اللي أعربت عن ترحيب الكويت بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وأكدت الوزارة دعم الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له انطلاقا من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن. وفي تطور دبلوماسي لافت أيضا، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عودة سفير الكويت إلى لبنان، وأوضحت أن ذلك جاء في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في لبنان باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع الكويت ودول مجلس التعاون ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول المجلس. وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت أيضا عن عودة السفير السعودي إلى لبنان. وفي الشأن الصحي، قال الوزير الدكتور خالد السعيد أنه لا توجد نية حاليا لإعطاء جرعة رابعة من تطعيم فيروس كورونا لاستقرار الوضع الوبائي، لافتا إلى أنه في حال تغير الأمور فسيكون هناك حديث آخر. وزارة الصحة بالكويت تعمل حسب الوضع الوبائي الموجود ونتعامل معه بمرونة، ففي الوقت الحالي لا توجد أي نية لإعطاء أي جرعات أخرى في الوقت الحالي، لكن عندما تتغير الأمور سيكون هناك حديث آخر. نظم عدد من أصحاب المحال المتضررة من حريق السوق المباركية وقفة أمام دكان كشك مبارك بمشاركة نيابية مطالبين بإعادة بناء السوق وعدم إزالته لما يمثله من تراث أصيل للشعب الكويتي. وقال النائب عبد العزيز الصقعوبي أن الحريق نسف جزءا كبيرا من تاريخ الكويت، مطالبا بفتح تحقيق جاد لتحديد المسؤولية وضمان عدم تكراره. شنت وزارة الداخلية حملة أمنية على الشاحنات المخالفة في الفروانية بعدما تم تداوله بشأن استخدام بعض الأشخاص شاحناتهم كسكن خاص لهم. وأكدت الوزارة أن الحملة الأمنية أسفرت عن تحرير 85 مخالفة. وعلى أبواب موسم الصيف وعلى مقربة من العيد، تواجه محال الخياطة ازدحاما شديدا وتكدسا للطلبات بسبب نقص العمالة في هذا المجال، حيث كان لما عرف بقرار 60 أثر سلبي على هذا القطاع. مع دخول شهر رمضان المبارك يبدأ الجميع بالتجهيز لعيد الفطر عبر تفصيل الثياب الجديدة، لتشهد محال الخياطة إقبالا كبيرا ليشعر البعض بالتذمر من تأخير مواعيد التسليم. التأخير والله سببه قلة العمال مو أكثر، يعني قلة الخياطين ولا الضغط هو طبيعي نفس كل سنة. يعني أول سنة بعد الكورونا الحمد لله الأعراس بدأت، الدنيا فتحت، يعني القيود أكثرها انشالت، فالناس بتروح بتيجي دوامات كاملة، فأكيد راح يجي ضغط، بس ما في خياطين صراحة، في نقص في الخياطين حبيبي، نقص كبير. مشكلة هذا مال ما يرجع، روح سافر هذا اللي ما يرجع، ثاني شيء هذا في نفرة 60 سنة ورا عندي أمال مشكلة، بس هذا في سبب أهم شيء. لو عندي أعمال لازم أنا أخيط، أعمال ما في، ما عندي نفر. كم طلب يقعد؟ كم يوم؟ بعد العيد. الحين يفصل يقعد بعد العيد؟ إيه بعد العيد. في زحمة هذا، ما عندي أعمال هذا شلون أخيط؟ أعمال ما في واجد، أنا في مشغلة ما أنا في 50 أعمال يقدر، بس لو تشوفون 20 مرة أعطيك 15 أعمال، شلون ما يقدر زيادة. ثاني شيء في مثلا خياطين كبير نفس 60 فوق 60 سنة كله سافر ما يرجع.
شاركت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية الصائمين فرحتهم بالشهر الفضيل من خلال تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين. جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية ممثلة برئيس المجلس الإدارة الأخ عماد أبو خمسين والأخوة أعضاء نائب وأخوان أعضاء مجلس الإدارة على هذه البادرة المباركة بشهر رمضان. كل خميس إن شاء الله راح تقوم الجمعية بهذه البادرة بتقديم وجبات إفطار صائم لجميع الناس اللي محتاجة تكون في هذا اليوم الفضيل. هذا المشروع هو نابع من قيم هذا المجتمع الكويتي الأصيل اللي اعتدنا وتوارثنا من هذا المجتمع شيوخ وشعب، توارثنا مسألة العمل الخيري وتوارثنا مسألة الأعمال الخيرية. حقيقة اليوم هذا الشباب الفرقة التطوعية اللي تستلم الوجبات وكل الأنشطة الشبابية هذه اللي تشوفونها تحث على الخير، بما أن الكويت مركز إنساني وهذا المركز الإنساني هذا الدور اللي قاعد تقوم فيه جميع فئات المجتمع الكويتي. خلت قائمة فوربس السنوية لمليارديرات العرب من الكويتيين للعام الثاني على التوالي، فيما حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب بثروة صافية قدرها 7 مليارات و700 مليون دولار. وشهدت قائمة فوربس لأثرياء العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرا هذا العام بعد وفاة الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر الماضي. وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، في حين كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام. وصلنا معكم لنهاية الأخبار، في أمان الله.